الإسهال والقيء حاجة بتحصل لأطفال كتير بالذات في الصيف. طب ازاي نتعامل معها؟ نعرف ان الطفل عنده إسهال لما يبتدي يعمل براز اكتر من الطبيعي والبراز يبقى مش ماسك او سائل كتير. جراثيم كتير ممكن تسبب الإسهال والقيء عند الأطفال، وغالبا بتتنقل لهم عن طريق الأكل. عشان نمنع الجفاف اهم حاجة ناخد بالنا منها في الإسهال والقيء اننا نعوض الجسم عن السوائل اللي فقدها. لو الطفل لسه بيرضع ما نفوتش رضعه خالص، بالعكس نرضعه اكتر كل ما يرضع. لو الطفل بياكل اكل عادي ممكن نديله وجبات خفيفه زي الموز، التفاح المسلوق، بطاطس، ونديله ميه وسوائل كتير، بس اهم حاجه ما نديلوش مشروبات غازيه او عصاير فيها سكر كتير عشان ده ممكن يزود الاسهال. ممكن كمان نديله حاجه اسمها محلول معالجه الجفاف، وده عباره عن مسحوق بندوبه في المية وبيكون فيه نسب متوازنة من المعادن والسكريات محسوبة كويس علشان نعوض الطفل من الأملاح والسوائل اللي فقدها. بنسأل الصيدلي أو الطبيب إزاي نستخدم محلول معالجة الجفاف وإيه الكمية المناسبة حسب سن الطفل. لو الإسهال والترجيع زاد والطفل مفيش حاجة بتقعد في بطنه، أو لو بدأت تظهر عليه علامات الجفاف، لازم نروح للطبيب. الجفاف معناه إن جسم الطفل فقد سوائل كتير بسبب الإسهال أو القيء. لو لقينا إن الطفل جلده ناشف بالذات حوالين الفم أو مكرمش ومش بيمط لما بنشده، ده معناه إن الطفل عنده جفاف. الجفاف بيبقى شديد لو لقينا إن العينين داخلة لجوه وإن الطفل همدان وحركته قلت. ممكن كمان الطفل يبقى مقريف وبيعيط باستمرار والترجيع بيزيد، دي علامات مش كويسة ولازم نروح للدكتور حالا. علشان نحمي أطفالنا من الإسهال لازم نطمن إن الأكل وأدوات المطبخ دايما نظيفة، وإننا بنغسل إيدينا قبل ما نحضر أي أكل هياكله الطفل، ونغسل الطفل إيديه باستمرار. وكمان مهم إننا نتعامل مع الحشرات المنزلية ونحمي الأكل منها.